النهارده هنبتدي تاني نتكلم على الريجيد بودي موشن، خلاص؟ بس هنبتدي نحط بقى معادلات ونشوف المعادلات دي هتستخدمها ازاي، واكشلي هنكتبه النهارده ممكن نستخدمه ابتداء من النهارده لغايه ما الشابتر ده يخلص، يعني الاربع اسابيع اللي او الاسبوعين اللي فاضلين. اوكي؟ لو رجعنا تاني ورسمنا ريجيد بودي بالشكل ده، علينا اثنين A و B، خلينا اغير مكان B، وعندي الكوردينيت سيستم بتاعي X واي. في حاجه اسمها بوزيشن فيكتور بتاع A، اعتقد سمعنا كلمه بوزيشن فيكتور دي قبل كده كتير، صح؟ وفي بوزيشن فيكتور بيحدد مكان B، صح؟ وما بينهما فيكتور يوصل بينهم، ممكن نسميه R B A، ودي هيبقى الكونفنشن او الاتفاق اللي بيننا وبين بعض من هنا ورايح، ان احنا لما نوصل فيكتور ما بين نقطتين، خلاص؟ نقطة النهاية يجي اسمها الأول، ونقطة البداية يجي اسمها الثاني، خلاص؟ ده كونفنشن. لو حبينا نترجم الرسمة دي لأنجبرا هنقول إن R B equals R A زائد R B A، عايز تقول إن دول كلهم كلام معقول؟ وفيه دلوقتي ده لنا الجسم، واحنا حددنا مكانه في البلين. ارجع اقول لك افكرك، احنا قلنا المره اللي فاتت احنا هنشتغل في البلين مش هنشتغل في سبيس، هنشتغل 2 دي بس. however لما بنيجي نتكلم على مومنتس او بنتكلم على انجلر فيلوسيتيز بيبقى ليها فيكتور، والفيكتور دايركشن بتاعها عمودي على البلين، فدي الحاجة الوحيدة اللي عندنا هيظهر فيها الكي أو الزد دايركشن، خلاص؟ طيب دلوقتي لو إن إيه ابتدت تتحرك، بيزيكلي واحد الريجيد بودي في البلين، وبعدين نقطة فيه ابتدت تتحرك والتانية تتحرك، سواء الجسم بيلف او ما بيلفش، لو ما بيلفش هتبقى ترانسليشنال موشن، صح؟ لكن لو بيلف فايه؟ الفيكتور اللي موصل بينهم كمان هيلف، والجسم كله بيتحرك في الفيكتور. دي الجسم اللي عايزين نتعامل معاه. تعالى نقول ايه؟ والله الجماعه زمان قالوا لنا ان بي بي سوري بي اي ايكوال دي ار اي by dt. Rate of change of position vector هو ال velocity، صح؟ مفيش فيها مشكلة. يبقى برضه أقدر أقول إن dv بتساوي drv by dt. ينفع؟ طيب السؤال بقى، نقدر نعمل relation ما بين حركة النقطة A وحركة النقطة B؟ الريليشن بتاع البوزيشن فيكتور زي اهي، لو حبينا نعمل ريليشن للفيلوسيتي هنعمل ايه؟ صح ولا غلط؟ كده يبقى ندفرنشيت الكلام ده with respect to time، يبقى اقدر اخد الكلام ده واقول والله this is d by dt of ra plus rba، وتكون طيب
طيب حلو قوي. برضه جماعه بتوع الكالكولس قالوا لنا الدريفيتيف اوف ذا سم از ذا سم اوف ذا دريفيتيفز، بمعنى ان انا اقدر ادخل الدفرنشيشن جوه البوست كده، واقدر اقول في الحاله دي ان دي ار اي باي دي تي بلس دي باي دي تي اوف ار. كلام جميل كده. احنا طلعنا اول حته عايزينها. فتفاضل ار اي بالنسبه للتي اهو، بس ده كنا جبناه من شويه صح؟ دي ار اي باي دي تي ايكوالز بي اي، وانا اقدر امسح دي واكتب مكانها ايه؟ بي اي. دي بقى تعمل لي مشكله. خلينا نفكر فيها بالراحه من غير قلق. احنا قلنا في يوم من الايام الـ vector is defined by magnitude and direction صح كده؟ يبقى انا لما اجي اعمل differentiation لفيكتور لازم احط في اعتباري the change in the magnitude and direction صح؟ لو هشوف the change in magnitude يعني طول الفيكتور ده صح؟ طبعا احنا عارفين ان طول الفيكتور ده مش هيتغير. ليه؟ لانه ريزو. لانه سمعتوا ما هادي قال ايه؟ سمعتوا هادي قال ايه؟ قال ايه؟ انه ريجن، وبالتالي طول الفيكتور ده مش هيتغير. فانا لو جيت اكتب هنا دي وخليه يكتب على جنب D bar dt of r va هيساوي v va، حاسس ان v va ده rate of change of magnitude، وده بالنسبه لنا هيبقى 0 عشان ريزن. ال differentiation بتاع فيكتور خلاص لازم ينفولف differentiation of the magnitude and the direction صح؟ فاحنا الماجنتيود اللي هو طول الفيكتور صح ولا غلط؟ اقدر اكتبها كده مبدئيا واطنش للحظه، اطنش ان ده ريجن بطل خلاص؟ الدايركشن بقى تغيره هيبان فين؟ الحته دي بعد اذنكم انا ممكن اثبتها بس مش هثبتها لكم دلوقتي. اوكي؟ واللي مستعجل على الاثبات بتاعها ياخدها من الكتاب. اوكي؟ ليه انا مش عايز اثبتها لكم دلوقتي؟ عشان ما تتخضوش من الميكانكس اكتر ما انتم مخطوطين. اجي دلوقتي اقوم البسك في الديريفيشن، تقفل من الميكانكس ما تحضرش تاني، تيجي اخر الترم اقوم رافع لك درجاتك تنجح بالعقل صح؟ لا او اسقط. انا عايزك تفضل ايه كده مبسوط من الميكانكس وما تقفلش مني دلوقتي، خليك تقفل مني في الاخر بس لو مستعجل انت عايز تعرف جت منين دور عليها في الكتاب. لكن الريت اوف تشينج كان الريت اوف تشينج اوف ذا دايركشن هيبان في الترم ده اوميجا كروس ار بي اي، ده الريت اوف تشينج اوف ماجنتيود وده الريت اوف تشينج اوف دايركشن. خلاص يا شباب عشان بس محدش يقول محمد نصب علينا وما قلناش. تمام الحته دي اقدر اعمل لها ديريفيشن، انا ما عملتلهاش ديريفيشن. اعمله بعدين. خلاص؟ والسبب وضحته عشان ما تقفلش مني دلوقتي. لازم تقفل مني بعدين.
يبقى انا في اي وقت اشوف ريت اوف تشينج اوف ذا فيكتور اللي وصل بين النقطتين اشيله واحط الترمينال. احط الترمينال خلاص؟ فور ناو هناخدها زي ما هي. انا عادة ما بحبش استخدم خدها زي ما هي دي كتير. بس دي واحدة من النقط اللي بقول لك خدها زي ما هي دي. تمام؟ يبقى هقدر اجي هنا واقول ايه؟ دي دي اي بلس اوميجا كروس ار. عارفين ان الكروس برودكت بتاع الفيكتور مش كده؟ طيب ارجع تاني بقى الحته اللي طنشتها ارجع لها. اونلي ان ريجيد بوديز. اونلي ان ريجيد بوديز. The distance between any two points will not change. صح؟ Distance between two points will not change. You have VBA equal V. خلاص؟ حلوة دي؟ أو ما أنا واخد دي وأكتبها فوق هنا. يبقى VB equal VA plus Omega cross R.